طب وماما المسكينة دي ذنبها ايه؟ أمك في عينيا الاتنين، فاهم يعني ايه؟ أمك في عينيا الاتنين، واللي أنا بعمله ده مش غلط، لا ده حقي بالشرع والقانون. بس أنت كده بتهد العيلة يا حاج. أنا لا بهد ولا ببني. بلاش كلام كبير قوي يا حضظابط، عيلة ليل هتفضل زي ما هي، انتوا هتفضلوا ولادي، امكم هتفضل مراتي، وهتفضل على ذمتي لاخر يوم في عمري. ايوه بس بصراحه يا حاج انت فاجئتنا واحنا مش عارفين نقول لك ايه. انا ما باخدش رايكم، فاهمين؟ انا ما باخدش رايكم، انا بس بديكم فكره. وطبعا الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينكم، امكم ما تاخدش بيه خبر. شرعا لازم تقول لها وحقها توافق او ترفض. بالراحه عليا يا خوي، هقول لها، هقول لها بس في الوقت المناسب. لازم طبعا الاول امهد لها عشان قلبها الضعيف اللي انتوا عارفينه ده. بتقول ايه؟ عمي عبد الستار هيتجوز؟ شفتي المصيبه؟ وازاي يفكر في حاجه زي دي بعد العمر ده كله؟ مش عارف يا هدى، مش عارف. انا كل همي ماما. فعلا دي متعلقه بيه قوي، ده هو كل حاجه في حياتها. هو قال انه هيقول لها في الوقت المناسب، واكد علينا ما نجيبلهاش سيره. اوعي تقولي لها هدى. معقوله؟ انا برضه هقول لها حاجه زي دي. مش عشان وعشانها هي، لو سمعت حاجه زي دي ممكن تروح فيها. ما تقولش بس كده، بعت الشر عليها. يا رب يا هدى تبقى سحابه وتعدي وبابا يرجع عن اللي في دماغه. يا سياح، مالك يا ابني مهموم كده ليه؟ معلش يا طارق، اصل انا مودي وحش شويه اليومين دول. طيب ايدك على 50 جنيه. بتوع ايه دول؟ بكره عيد ميلاد صفية والمفروض ان احنا نحتفل بيه. تحتفله ولا تتنيله؟ انا مال انا؟ يا ابني انت المفروض تدفع الضعف. ليه يعني؟ اولا لانك ابن الحاج عبد الستار ليل على سن ورمح، ثانيا انت لسه قابض مكافأة زي الفل، واحنا بقالنا 3 شهور ما خدناش جنيه فوق مرتبنا، ثالثا ده عيد ميلاد صفية، وبعدين هو عيد ميلاد صفية هيبقى عيد ميلاد من غيرك يا عريس. وبقى انا مش فايق لتهريجك دلوقتي يا طارق. في ايه يا سعد؟ بس انا سمعت خبر كده عكنني شويه. خبر ايه ده؟ وانت مالك يا بارد يا تلم؟ انزل من على وداني بقى وسيبني اشوف شغلي. عموما انت عشان صاحب انا جيت اقول لك، وبعدين شكلك هيبقى وحش قوي لما كل الزملاء يحتفلوا بعيد ميلاد صفيه، وبعدين انت عارف صفيه ما يهمهاش في كل دول الا انت. انا عارف اجيبها فيك ايه. انت هتلبخ ولا ايه يا طاطا؟ لا ابدا، بس بقول البت عينها منك وانا عمال اتنطط قدام عينيها رايح جاي وهي عامله نفسها مش شايفاني. طب اهدى كده وبلاش تنطيط، اركز شويه وريحني من لكك ده. امسك 50 جنيه. ايه بقول لك ايه، انت اقتنعت ولا خايف ابوها يزعل منك ويرفدك؟ لا اقتنعت طبعا، لان انا وصفيه زملاء من ايام المدرسه، وتهيالي يعني شكلها هيبقى وحش قوي قدامها. بالنسبه حاج للموضوع اللي كلمتنا فيه النهارده الصبح. مال يعني حضرتك فكرت في الموضوع ده كويس؟ شوف يا مختار يا ابني، انا ما قلتلكوش الا بعد ما هريت نفسي التفكير، وطالما يعني ان انا مش هعمل حاجه حرام يبقى ما حدش له حاجه عندي. اذا كان كده ماشي، انا ما عنديش مانع. بس ايه هتبسبس ليه؟ يعني جوازه زي دي يا حاج ممكن يكون لها توابع. توابع ايه؟ هي زلزال. زلزال يا حاج، انا قصدي يعني ان العروسه بعد فتره ممكن تحبل وتجيب لك عيل. يا ريت تحبل وتجيب العيل، وماله ما يجي العيل، هيبقى اخوكم وهيبقى له نصيب في كل حاجه زيكم بالظبط. طبعا ده لحمنا. الله، انا بس يعني بفكرك ان الواحد مش ضامن يعيش قد اللي عايشه. انت هتفول عليا يا مختار ولا ايه؟ يا نهار اسود، استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يديك الصحة وطولة العمر بعد الشر عليك يا بابا. أنا مش فاهم عاوز توصل لإيه؟ صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. أنا ما عنديش مانع تتجوز وتعيش حياتك على الآخر براحتك، إنما يعني حرام تجيب عيل وأنت في السن ده، أنا قلبي عليه مش أكتر. شوف يا مختار، حتى لو ربنا أراد وسبته أنا هسيبه مين يعني؟ ما انا هسيبه لاخواته، رجاله كبار هياخدوا بالهم منه مش هيسيبوه، ولا انت ايه رايك؟ طبعا طبعا، ده اخونا، واللي حضرتك شايفه واعمله، انا بس بقول رايي. خدك بقى من الموضوع ده وخلينا في الشغل. قبل ما افضني بس ممكن اعرف مين العروسه؟ والحقيقه انا لسه ما اخترتش،
بس قدامي كام واحدة كده، لما أفلح هلاقي واحدة منهم. طب ما تقول لي عليهم ونختار سوا. يا أخويا روح اختار لنفسك أنت، سيب اختار بدل ما تختار لنا. كل بأوانه يا حجوك، وأول ما أطمن عليك في بيت عدلك وأشوفك كده مرتاح ومتهني أشوف نفسي أنا بقى. فيه هو أنت اللي أبويا ولا أنا اللي أبوك؟ هو مين فينا اللي خلف في التاني؟ ما بقتش فارقة يا حجوجة، وربنا يخلي لنا الحباية الزرقاء. اللهم أمين، اللهم أمين. إيه أفتح بقى؟ ثانية واحدة. يلا فتحي بقى وقولي لي إيه رأيك في لون أوضة النوم. إيه ده؟ أنت مين اللي قالك تعمل كده؟ هو اللون مش عاجبك ولا إيه؟ لا مش عاجبني. وانت ازاي ما تاخدش رايي قبل ما تعمل كده؟ كنت عايز اعملها لك مفاجاه حبيبتي. بصراحه يعني مفاجاه وحشه جدا. وحشه جدا بقى اللون الاخضر ده لون وحش، ده لون مهدي للاعصاب، ده شكل لون اتوبيسات النقل العام. طب انت ايه اللون اللي انت عايزاه؟ الاصفر الكناري. اصفر كناري؟ ده لون مستفز وبايخ، وبعدين انا لا يمكن انام في اوضه باللون ده. وانا كمان لا يمكن انام في اوضه باللون ده. استني بس يا رشا استني. استنى ايه وانت من اولها بتفرض ذوقك عليا؟ طب انا عندي حل. ايه هو؟ زي ما انا عملت الاوضه دي على ذوقي اعملي انت الاوضه التانيه على ذوقك. ماشي بس تبقى اوضتي وانام فيها لوحدي. ايه اللي انام فيها لوحدي ده؟ هو انا متجوزك عشان تنام لوحدك؟ ده الواحد ما بيصدق يتجوز عشان مراته تونسه كده في الاوضه ويقعدوا ياخدوا ويدوا مع بعض في الكلام. يبقى تدهن اللون الكناري. كناري كناري اهو نكاكي بقى ونصوصو مع بعض. ما اخبيش عليكم يا جماعه، الحاله اتطورت بشكل ما كناش عاملين حساب. يعني ايه؟ يعني الاشعه والتحاليل مبينه ان في تضخم في القلب. ايه تضخم؟ احنا مش عايزين نقلق او نفقد الامل، ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الداء خلق معاه الدواء. يعني في علاج للحاله دي؟ نسبه كبيره من الحالات بتخف بالعلاج الدوائي، بس اهم حاجه الالتزام بمواعيد الدواء والمتابعه الدوريه. انا هكتب لكم دلوقتي روشته بمواعيد الدواء، بس اهم حاجه الالتزام بيها. ان شاء الله اشوف كمان اسبوع. ألف 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 سلامة عليك يا ست الهاني. ده الحاج عبد الستار يا ماما اللي كنت كلمتك عنه. أهلا يا حاج. أنا مش عارفة أتشكر لك إزاي على كل اللي عملته عشاني. ما تقوليش كده يا ست الكل، ده أقل واجب. طب دي غلاوتك أنت والست نعمة عندي ملهاش تمن. تسلم يا أصيل. طيب أستأذنك أنا بقى، هنستنى بره عشان ترتاح. لا إزاي؟ أنا لازم أطلب لك شاي دلوقتي حالا. طيب وماله، نشرب الشاي بس بره عشان نسيبها ترتاح. عن اذنك يا حاج. اتفضل يا حاج. اتفضلي. انا الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي، انا تعبتك معايا قوي يا حاج. مش كده، تعبك راحه يا ست الكل. الكافيتيريا هناك، تعال نروح نشرب كوبايتين شاي. ايوه بس انا يعني احبس بشاي وانا على لحم بطني؟ انا بصراحه ربنا جعان. بقولك انت مش جعانه؟ لا ماليش نفس. انا بقى ليا نفس، وهعرف ازاي افتح لك نفسك. انت لذيذ قوي يا حاج. وانا عارف. المهم قلت ايه؟ في ايه؟ هتيجي تتعشي معايا ولا هتعتبريني غريب وترفضي المره دي كمان؟ انت اللي عملته معايا يا حاج يخليك اكتر من الاهل. يبقى هتيجي. ايه؟ عمال تتجوز في نسوان وتظرف في عيال وتشغل بناتك في البيوت وتعيش على قفاهم، انت ايه؟ قلنا يمكن صحتك على قدك، عوطلي وغيته القعده. انما بقى تجوز بنتك لسايح عربي اكبر منها ب40 سنه، ده اللي مش ممكن ابدا. طبعا هنيه هي اللي قالت لي. ايوه هنيه هي اللي قالت لي، وكان لازم اوقفك عند حدك. شوف يا ست كوثر، احنا خدامينكوا والحاج ما قاموا على راسي من فوق، لكن دي امور عائليه، واني ما حبش حد غريب يتدخل فيه. ايه؟ انا حد غريب يا راجل يا واطي يا ناقص انت؟ طب ده انا اللي مجوزاك هنيه، انا اللي غلطت وبالتها بيك، لكن بقى لازم احميها منك وتقف عند حدك. ايه؟ فولا دي بنتي وانا حر فيها؟ لا يا اخويا ما انتش حر فيها، ويكون في علمك لو الجوازه دي تمت
اقسم بالله لا هبلغ عنك البوليس وهوديك في حديد. هي حصلت لحد كده؟ يلا يا هنيه لم حاجتك وهات البيت. انت ما بعتش حاجه في البيت دي. ولا اقف عوض وكلم عدل. كلام الحاج هيمشي ورجلك فوق رقبتك. هنيه وبنتها يقعدوا هنا وانت اللي هتمشي. ولو عايز مراتك يا حلو يبقى روح بلغ البوليس. وانت عارف بقى لما تبلغ البوليس انا ممكن اعمل ايه. وعلى ايه؟ الطيب احسن. عموما انا خارج وانت ورقتك هتوصلك عن قريب ان شاء الله بالاذن. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس انت بتصوتي على ايه؟ جاتك القرف عليك وعليه؟ عاجبك فيه ايه ده؟ تعال تعال يا فل. تعال يا حبيبي. تعالي بتحب على ايه ستك؟ استغفر الله يا حبيبي استغفر. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه دي فله؟ شفت يا مختار كبرت ازاي؟ ده حاجه فله قوي. خلاص من هنا ورايح هتبقى واحده مننا وهتعيش معانا على طول. اذا كان كده ماشي. خلاص يا هنيه حطي لها سرير معاكي في الاوضه بتاعتي. متشكره قوي يا ست كوثر. جميلك ده على راسي من فوق. لا جميل ولا حاجه يا حبيبتي. انت زي بنت بالظبط وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بالظلم ابدا 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 ما يرضاش ابدا. طيب انا همشي انا بقى يا حاجه. عايزه حاجه؟ تسلم لي يا حبيبي. روح يا مختار يا ابن بطني. الهي ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تريح قلبك. قادر يا كريم يا رب. اوبا مين اللي هياكل كل ده؟ انت بالهنا والشفا. بس ده كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا ابل. يلا يلا بسم الله. وده ثمنه كام بقى ده؟ تبارك ومال التامن. ما تقلقيش انا اللي هدفع. واطمني مش ههرب واسيبك تغسل الصحون عنده. ايوه انت هتدفع دلوقتي وانا اكيد هدفع بعدين. ما هو مش معقول تكون بتعمل كل ده معايا لوجه الله. اكيد في حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة. كل الحكايه ان انا تعاطفت معاكي ومع ظروفك. الله الناس مش لبعضيها ولا ايه؟ بس كده؟ لا بصراحه كمان انا معجب بيك. ارتحتي؟ طب واخره الاعجاب ايه؟ بص يا حاج انا ست متطلقه لكن انا مش بتاعه لف ودور. انا كمان راجل بتاع ربنا وماليش في الحرام. يعني ايه؟ تتجوزيني. انا اتجوزك انت؟ على سنه الله ورسوله بمأذون وشهود. بس انا بقى ليا شرطين. انا راجل متجوز وعندي رجاله كبار وموم الحاجه ست مريضه بالقلب. خبر زينا ممكن يقضي عليها. عشان كده جوازنا لازم يبقى في السر. طب والتاني؟ مفيش خلفه عيال. انا راجل في اواخر العمر وعلى راي المثل ولاد الشيبه يتامى. وطمني حقك هتاخديه تالت وتالت وكمان هأملك مستقبلك. ازاي يعني يا حاج؟ هدفع لك مهر نص مليون جنيه ونص مليون تانيه هجيب لك بيهم الشقه. ده غير الشقه بقى هجهزها لك وارتبها من مجاميعه واكتبها لك باسمك كمان. انا مش عارفه. انا حاسه اني متلخبطه مش عارفه افكر. خلاص لما تفوقي بقى من اللخبطه فكري براحتك واحسبيها كويس وبلغيني بقرارك. يلا حالا بالا بالا هنلعبوا الفاصات. هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد فليحيا ابو الفاصات. كل سنه وانت طيبه يا صفيه. وانت طيبه يا ترى. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا صفيه. وانت طيب يا سعد. يلا بقى نطفي الشمع. بجد يا جماعه مش عارفه اقول لكم ايه. بجد ميرسي جدا. انت حضرتك ما تقوليش حاجه خالص. انت تتفضلي تقطعي التورته دي عشان الناس دي عينيها هتطلع عليها. تساليني ليه؟ اقول لك لان انا اللي منقيها. ميرسي يا طارق. ميرسي ايه؟ انت ده وتعرفي معزتك في قلوبنا قد ايه يا صفيه. طيب كمل انت بقى. اوكي. يا ترى فكره العيد ميلاد دي كانت فكرتك؟ بصراحه يعني هي كانت
فكرتنا كلنا وكلنا شاركنا فيها. انا اصلي بصراحه قلت اكيد هتنسى عيد ميلادي، بس الحمد لله طلعت فرحانه بجد يا سعد. انا فرحانه قوي، مش عارف اقول لك ايه. يعني هديه بسيطه كده يا رب تعجبك. اتفضلي. الله، بجد ميرسي يا سعد، بجد حلوه قوي. على فكره يعني لو مش عاجباكي ولا حاجه، الكارت بتاع المحل جوه تقدري تبدليها باي واحده تانيه تعجبك. لا ابدلها ايه، بجد دي تجنن، وبعدين كفايه انها ذوقك. اقول لك على حاجه، انت كمان اللي هتلبسها. ماشي. بجد ميرسي يا سعد، تجنن. الله الله الله، الف مبروك يا سعد باشا. انت بتخطب الانسه ولا ايه يا اخويا؟ لا بخطب ايه يا رشا، بس اهدي اهدي. وانا هفهمك، النهارده اصلي عيد ميلاد الانسه صفيه. والله والله لو مش مصدقه، التورته جوه اهي، خش شوفيها بنفسك. فقلت بقى تخلوها عيد ميلاد وشبكه بالمره. لا يا رشا، لا الموضوع مش كده، اهدي وانا هفهمك بعدين. تفهمني ايه لما احنا لسه مخطوبين وبتخوني؟ امال لما نتجوز هتعمل ايه؟ على العموم يا حبيبي، انت حر، اشبك واكتب كاتب كتابك براحتك. مبروك يا عروسه، مبروك يا عريس. ودي هديه بقى مني ليكم. يا رشا، في حاجه يا سعد؟ وانت مالك انت؟ كل سنه وانت طيبه. يا رشا، رشا، علشان يتم المراد ويرضى عليك رب العباد وسيد الاسياد، ويرزقك بحمل طفل يتولد بصحته يوم الميلاد، فيه شويه طلبات. هطلب اللي انت عايزه. مش انا اللي بطلب، ده هما، ولازم طلباتهم تتنفذ بالحرف الواحد. انا فاهم، هو انا عبيطه؟ لازم يتم الوصال بينك وبين جوزك فجر الخميس اللي جاي قبل طلوع الشمس. مفهوم يا سيدنا الشيخ. وقبل ما يتم الوصال ب 13 ساعه ونص تجيبي ضفدع وتذبحيه وتدهني بدمه مرتبه السرير. ضفدع؟ ايوه ضفدع، وترشي حنظل على عتبة بابك علشان تمنع رجوع العمل ليكي مرة تانية. وبعدين؟ مش فاضل غير الزار. والله العظيم زي اختي بالظبط. يا سلام، ليه مكتوبه في شهاده الميلاد صفيه ليل وانا مش واخده بالي؟ يا رشا يا رشا، صفيه دي زميلتي من ايام الجامعه، وكل اللي بتربطني بيها علاقه اخوه وصداقه. والاخوه والصداقه دي تخليك تلبسها ساعه كانك بتشبك، كان ناقص تاكلها في بقها. طب انا اعمل ايه؟ هي اللي مدت لي ايديها واحرجتني. وانا اللي عملته ده كان تصرف طبيعي، ولا كنت عايزني اشوف المنظر ده واسكت؟ انا كمان بعد ما انت خرجتي من المكتب خرجت وراك على طول من غير حتى ما اقولها عن اذنك، وده اكبر دليل طبعا على انك اهم بالنسبه لي. يمكن. لا الاكيد بقى ان انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. بجد؟ فكي بقى.
شفت حجوك سعر الدولار غير ازاي؟ ده هيغلى اكتر كمان، طالع ومحدش لعيه. ده بيقول لك في السوق السوداء بيتباع بضعف ثمنه. او كده بقى يا عم مختار، الكيماويات اللي احنا بنستوردها دي هتقف علينا بالخساره. هو انت مش وردت تتهمر العمليه قبل الشحن؟ حصل. خلاص يبقى احنا كده في السليم. سلام. العمليات اللي جايه هنعمل فيها ايه يا خفيف؟ انا عندي فكره ممكن نكسب منها تمام التمام. فكره ايه دي؟ سعر الدولار في البلاد اللي حوالينا معليش قوي، انما عندنا عيلي على الاخر. يا عم الناصح، ما هو المهم عندنا، واحنا عايشين في حته تانيه. ما انتش فاهمني يا حجوج. واحده واحده، احنا دلوقتي ممكن نبعت حد من العيال تبعنا لاي بلد من البلاد اللي حوالينا اللي سعر الدولار لسه فيها حنين، ونخليه يسحب لنا من حسابنا بالدولار بس من حساب المصري، ويجيب الدولارات دي على هنا ونبيعها في السوق السوداء بضعف الثمن، ونستفيد من فرق السعر، وبكده بدل ما نخسر وقت الازمه نكسب ونستفيد. برافو عليك يا مخ، فكره هايله. طالع لابويا يا حجوجه. تحب تلعب بكام؟ نقول نجرب في الاول كده بخمسينيه، 50,000 يعني. بس نسبتي محفوظه 20%. اما 10% كفايه عليك قوي يا حاج. مش لسه في مصاريف وسفر واقامه الراجل بتاعنا هناك؟ يا البطل حداقه، هو انت يعني بتدفع الحاجات دي من نسبتك؟ ما انت بتحملهم عليا انا يا اخي. اذا كان كده ماشي، ايدك على الشيك. ماله ده؟ بس يا باشا اهلي جم في الزياره قالوا لي ابنك اتوفى. ارجوك يا باشا خلوني اخرج اخد عذاب، كفايه اني اتحرمت منه وهو عايش، كمان ما ودعوش وهو ميت. ما تقلقش هخليك تاخد عذاب، حتى لو طلبت لك اذن من الوزير شخصيا. ربنا يخليك ويعمر بيتك، قادر يا كريم. بقول لك ايه يا سي مختار؟ يا روح سي مختار، انت هتيجي تبات معايا الليله دي مش كده؟ الليله دي ما وعدكيش، عندي ميعاد مهم، مش عارف اذا هعرف اجي ولا لا، بس اكيد هجيلك ليله الخميس. لا انا عايزاك فجر الخميس. نعم قصدي يعني انا محتاجه لك قوي الليله. يا بت يا بت، ده النهارده الاربع والخميس ده بكره، يعني ممكن نستنى. ما حبكتش الليله. الليله يعني الليله؟ جرى يا سماح، مال شكلك متغير كده ليه؟ بصراحه بقى يا سي مختار انا قلبي مقبوض وحاسه بخوف، ولو ما جيتش الليله دي انا مش هعرف انام. يرضيك يعني ان انا ما اعرفش انام؟ ما يرضنيش طبعا. يعني هتيجي تبات معايا الليله دي؟ هاجي طبعا هاجي، بس هتاخر شويه صغيرين قد كده. وماله، المهم انك تيجي قبل الفجر. ايه حكايه الفجر دي؟ اصل الدنيا بتبقى عتمه وبخاف انام لوحدي لغايه ما الفجر يطلع. اذا كان كده ماشي. تسلم ايدك يا سموحه. تسلم، بالهنا والشفا يا اخويا. الله يهنيكي. همشي انا بقى دلوقتي عشان الحق اروح مشاويري، وعندي بعدين بالليل وبعدين ميعاد تاني، هحاول اجيلك بعد ما اخلص. ربنا يخليك يا اخويا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. عايزه حاجه حبيبتي؟ سلامتك، الف سلام. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. احسننا يا اخويا، يستر طريقك ويكفيك شر ولاد الحرام يا رب. قادر يا كريم. يا رب. بقول لك ايه يا حاج،
منورين يا ست ستات. في واحدة من معارفنا جوزها تعيش انت قابل ربي كريم، وعندها ست عيال، والمشوار قدامها لسه طويل قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بقول يعني يا حاج، لو كنا يعني نبعت لها كل شهر مبلغ ونعتبره صدقة جارية، أو يحميها ويحمي ولادها من بهدلة الأيام. وماله يا حاج، الخير كتير والحمد لله، وهو كله بثوابه. احسبي كفيها كام ولا رقبت سدادي. إلهي ربنا يكرمك، قادر يا كريم، يا راجل يا طيب يا أمير، يا اللي قلبك زي البافتة البيضة. أنت اللي طيبة وفلة الفلات يا حاجة يا مقطقطة أنت. ربنا يبر بخاطرك يا رب. على فكرة أنا عندي ليكي مفاجأة حلوة. خير يا حاج؟ عمرة رمضان اللي جاي. إيه حجزتها؟ طبعا حجزتها يا ستنا، ربنا يكتبها لنا إن شاء الله. يا رب نبقى كده مجتمعين في الجنة إن شاء الله. قادر يا كريم، عن إذنك بقى لما أشوف هنيه خلصت العشاء ولا لأ. اتفضلي. ألو، إزيك يا ست الكل؟ طمنيني، ماما عاملة إيه النهاردة؟ يا ترى انت فين يا مختار؟ يا على الغلبان. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا اخوي. واديني اديني اكتر المية في ايدك سكر. من هنا يا اخوي. يا ما انت كريم يا رب. اديني 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 المية. ده انت شكلك رايق على الاخر النهارده. على الاخر اخر على الاخر. هي ده انت هتنام بهدوم الخروج ولا ايه؟ عشان عندي مشوار جوه الحلم. انت شكلك مضيع على الاخر. لما انت كريم يا رب. طب اقوم انا هجيب لك كوبايه ميه عشان تفوقك شويه. ايوه ايوه جيبيه. الميه في ايديك يا اصحي يا سي مختار، اصحي يا سي مختار عشان تشرب الميه. الشقي ايه بس؟ هو انا دبنا؟ اصحي يا اخويا، اصحي، ده الفجر قرب جدا. والنبي اوعى تشخر، اوعى تشخر والنبي، ده انت نومك تقيل من غير حاجه. يا سي مختار اصحي يا اخويا، اصحي يا سي مختار، اصحي يا سيد الناس. وبعدين بقى؟ وبعدين؟ لا ما بديهاش. ما تصحى يا سي مختار، ده الفجر ادن. هاي حصتي السودا ياهلي. اما انا بحب يوم الجمعه ده بشكل عشان كلنا بنبقى مجتمعين فيه. ربنا ما يحرمنا من اللمه الحلوه يا رب. امال مختار فين؟ اهو اهو مختار اهو. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا ست. صاحي على الاكل كده على طول. اعمل ايه يا حاج؟ ده انا راجع الساعه 8 الصبح. وانت ايه اللي مرجعك 8 الصبح يعني؟ مفيش، طلبيه كده كنت بخلصها وبسلمها. طلبيه برضه؟ طب والتجار اللي انت كنت معاهم دول مش يناموا بدري عشان يصحوا الصبح يروحوا اشغالهم؟ يا ابني دي ليله جمعه والناس صبحها اجازه بقى. الله، وليله الجمعه دي مالهاش حدود. المفروض انك انت تنام بدري وتصحى بدري عشان تصلي الجمعه. اه والله يا حاج، نعوضها بقى الجمعه الجايه ان شاء الله. مالك يا حبيبي ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه يعني يا ماما؟ كفايه انتوا بتتكلموا طول عمرك كده. سهون، تفضل ساكت انما تراقب اللي حواليك، عشان كده طلعت ظابط. الله يا سلام، الدرجات دي نكتتي بايخه ما ضحكتكش؟ لا ابدا يا بابا، بس حضرتك ما قلتش نكته اساسا. خد خد يا حاج ورق عنب. ايه يجنن؟ انا عامله لك بايديا. شبعت، ورايا معاد عاوز الحقه. طب وانا كمان بقى لازم اقوم عشان الحق بتاع السيراميك واتفرج على البضاعه براحتي. يلا سلام.
ايه اصله ده؟ دي طريقه اتكلم بيها ابوك. ما تتدخلش انت يا مختار لو سمحت. بصراحه بقى مختار عنده حق، انت كنت قليل الذوق قوي مع ابوك. وبعدين انا ربيتك على كده يا اشرف. انا اسف يا ماما، بس لو سمحت سيبيني دلوقتي، انا فيا اللي مكفين. ما كلنا فينا اللي مكفينا، ما بنعملش كده. خلاص محدش غيرك عنده هموم. ما قلت لك ما تتدخلش انت يا مختار، ولا مش ناوي تجيبها لبر؟ لا يا راجل، ما تقوم تضربنا احسن، ولا تخلي جوز عساكر من عندك يجوا يحبسوني. وبعدين معاكم يا اولاد، ازاي تتخانقوا وانا قاعده في وسطيكوا؟ انا نايمه كامل نوم، القعده هنا تخنق. مالك يا اشرف؟ فيك ايه؟ مش حوايدك العصبيه دي يا ابني؟ معلش يا طنط، اصل عندنا خبر مش حلو. خير يا بنتي؟ عمر. ماله عمر؟ من يومين وديناه للدكتور وكشف عليه ولقى عنده تضخم في القلب. تضخم في القلب؟ يا حبيبي يا ابني، ده جاله منين ده؟ الحساسيه اللي على صدره يا ماما عملت له مضاعفات واثرت على قلبه. يومين يا اشرف؟ يومين وما تقوليش يا ابني وانت شايل جبل على كتافك؟ شايل الحمل ده كله لوحدك؟ هقول لك ايه بس يا امي، ما كنتش عايزه اضايقك. حبيبي يا عمر، حبيبي يا ابني، ان شاء الله يا حبيبي هيخف وهيبقى زي الفل. انت بس خلي عندك شويه ايمان بالله. متعوس متعوس، ولو علقوا على بابه فانوس. اهدي بس اهدي يا ستي، مش كده. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بس؟ ده انا كل ما بفتكر منظر الشمس وهي طالعه هو نايم على السرير جنبي بيشخر بتقهر. ملحوقه ملحوقه يا ستي، انا هروح للشيخ انوخ وهقول له على كل حاجه، وهو ان شاء الله هيحلها لنا. يسمع من بوقك ربنا. ونادر عليا لو حلها لاتبع جدي وافرقه على الغلابه. جدي واحد؟ طب قولي جديين يا ستي. عجل بحاله؟ عجل؟ بتقولي عجل يا ستي؟ يعني مالك يا بنت، انت اتهبلتي ولا ايه؟ والنبي انا رايحه للشيخ انوخ وجايالك بالبشاره يا اختي. ميلت بختك يا سماح. ايه راي حضرتك في البلاطه دي؟ لا حلوه، هي تحس انها الوانها هاديه ورقيقه كده. فعلا ريلي حضرتك ذوقك يجنن. ميرسي. على فكره دي الوانها باهته وحساء قديمه جدا، يعني مش فاهمه. اوكي، ايه رأي حضرتك في التشكيله دي؟ لا لا، دي بقى مختلفه، يعني تحس انها الوانها مختلفه عن اللي فاتت. ايه رايك يا رشا؟ عاديه يعني. عاديه هي؟ عاديه بصراحه، يعني بصراحه عاديه. طب ممكن نشوف البانيوهات؟ اوكي اتفضل من هنا. ايه رأي حضرتك في ده؟ الله، البانيو ده حلو جدا، تحس كده انه شرح ومرحرح. البانيو ده جاكوزي ومستو اني ساعتني. هو حضرتك متجوز؟ لا والله. هو ايه ده اللي لا؟ قصدي يعني حال اتجوز، انا خاطب والانسه تبقى خطيبتي. هاي هاي ورحمه الله وبركاته. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. ادخلي صدق الله العظيم. ان شاء الله بقى عم سالم ولا ايه؟ انا مش عارف اقف في جميلك ازاي يا باشا. لا لا ازاي، ده حقك كبني ادم، وكده كده كان لازم تاخده. ربنا يسترك يا باشا. لا لا سيبه يا ابني، سيبه، اركب انت ورا. تعالى يا عم سالم اركب معايا قدامي. البلاطه دي هيبقى لونها احلى مع التواليت ده، ايه راي حضرتك؟ مش عارف يعني، مش بطلت. لا مش حلوه،
ولو سمحتي بقى ما تتدخليش في اختياري. هو انت اللي هتشتري ولا احنا؟ انا اسفه يا مدمازيل بس ده شغلي. ايوه يعني شغلك ان انت تتطفلي علينا. انا كاستمر اسيستنت. تاني حياه ابوك يتكلميني عربي. شغلتي هنا ان اصاحب الزباين وهم بيتفرجوا على المعروضات. ايوه وانا يعني مش عايزه صاحبك، هتصاحبيني بالعافيه يعني؟ مش فاهمه يعني، ده حاجه غريبه قوي يا رشا. مش كده احنا بقول لك ايه، اسكت خالص، كلمك معايا بعدين. الحمد لله على السلامة يا حاجة، وربنا يطمنا عليكي دايما. تسلم يا حاج يا ابو الذوق. هو مش هتطلع علشان تشرب معانا أي حاجة يعني؟ لا معلش، الوقت متأخر، وقت تاني، وكمان عشان الحاجة تستريح. لا لسه بدري، والنبي تطلع، ده أنا عندي بن محوج يستاهل بقك. اطلع بقى يا حاج. ماشي يا حاج. أهلا وسهلا. عشان خاطرك أنت بس أنا هطلع. أهلا أهلا بيك. الحارة نورت. منورة مصحابها. اتفضل يا حاج، خطوة عزيزة. يعز مقدارك. وإيه الحكاية يا جدعان؟ تاني الراجل ده؟ وإيه حكاية؟ عمال يتنطط لهم كده زي حرام الفراخ. ده أنا أخطف عمره قبل ما يفكر يخطفها منه. اهدى بس يا خاشق. أوعى يا. اهدى بس. امسك خد القرص ده كده. قرص إيه؟ غور من وشي يا جحش. خليك عن العار. اتفضلي يا ماما. تسلمي يا بنت، تسلمي من كل راجل. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. زيد فضلك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ انت مالك؟ بقول لك مين الراجل ده يا بنت؟ واحد قريبنا. وبعدين انت ايه اللي دخلك في حياتنا؟ انا قلت لك 100 مره قبل كده ما تدخلش في حياتي. يا ما انا بحبك. ليه مش عايزه تفهميني يا اخي؟ وانت ليه مش عايز تفهمني؟ مش عايزاك. امشي اطلع. طيب طيب خلاص، بس اعملي حسابك في بينا وبين بعض كلام تاني. امشي اطلع بره. نور يا حاج. انت مضلم. مين ده؟ واحد جارنا وبيحبني وعايز يتجوزني بالعافيه. معقوله لسه في كده؟ واكتر من كده يا حاج، ما احنا ولايه في زمن صعب، لا لينا ظهر ولا راجل يحمينا. اطمني يا ست ام نعمه، من هنا ورايح انا راجلكم، لان انا بطلب منك دلوقتي اهو ايد بنتك نعمت على سنه الله ورسوله. قلت ايه؟ علي الحرام من ديني لقطع خبره. خلاص بقى حبيبتي، حصل خير. خير منين؟ خير منين لما انت عمال تجاريها في الكلام وتسالك تقول لك انت متجوز تقول لها لا وانا واقفه جنبك؟ امال من ورايا بتعمل ايه يا شيخة؟ حرام عليك، هو أنا لاقي وقت أنام لما هعرف ستات عليكي؟ ما تكبريش الموضوع بقى حبيبتي، خلاص بقى حصل خير. أنا مش فاهمة، هلاقيها من الزفتة اللي اسمها صفية ولا من القلاديش التانيين دي؟ بقت حاجة تقرف. لا إله إلا الله، وإيه اللي جاب سيرة صفية بقى دلوقتي؟ مش كنا قفلنا الموضوع ده؟ لا يا سعد، المواضيع ما اتقفلتش بعد اللي حصل النهاردة، واتفضل أقف. أقف إحنا في الشارع. بقول لك أقف لحسن أفتح باب العربية وأنط منه، أنا مجنونة بنت مجانين وأعملها. خلاص خلاص خلاص. أقف. اتفضلي. عيشة تقرف. والله مجنونة. حد هنا؟ أوصلك لحد العربية. والعربية قدامي إيه؟ وأنا هتوب، أنا عارف سكتي. أنا مش عايز أتعبك يا عروس. خلاص يا عريس. تصبح على خير. وأنت من أهل الخير. خلي بالك من نفسك. وأنت كمان. ماشي.